أنا مسلم سوداني أعمل حفار في الصحراء. كنت قد نذرت للرحمن صوما 3 أيام من كل شهر هجري، وكنت مواظبا على هذا الصيام إلى أن التحقت بالعمل في الصحراء، حيث أن طبيعة العمل شاقة. وصمت أيام شوال ووجدت فيها مشقة شديدة، ولم أصم 3 أشهر أو 4 التي تلتها، فأرجو أن تدلوني عن كفارة ماضي أو البديل للصوم تحت هذه الظروف. فسبب النذر هو أنني قد طلبت من الله العلي القدير أن يوفقني في مهنتي، والحمد لله بمشيئته وفقت وصمت وصممت على الوفاء بالنذر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وأنت نذرت أن تصوم إذا حصلت على مطلوبك، وقد تحصل المطلوب فوجب عليك الوفاء بالنذر. وقد ذكرت أنك بدأت بالوفاء وصمت 3 مرات، ولكن في أثناء عملك في الصحراء كان يشق عليك الصيام. نقول يجب عليك أن تصوم ولو كنت في الصحراء، ولو صار معه مشقة متحملة. إذا كانت المشقة متحملة فيجب عليك أن تصوم ولو مع المشقة المحتملة على الفور. يصوم الأشهر المستقبلة. نعم، المستقبلة يواصل. هو يذكر أنه يصوم 3 أيام من كل شهر، ولم يحدد من سنة معينة. الظاهر أنه نعم. من كل شهر أنه مستمر. نعم، فيجب عليه أن يواصل كل شهر ويصوم عملا بنذره، وفاء بنذره، ولو كان يناله مشقة فيها شدة لكنه يتحملها. أما إذا بلغ الأمر إلى الخطورة وكان لا يستطيع مثلا الصيام، ولو صام لحصل عليه خطر من الهلاك، فحينئذ يفطر ويكفر كفارة يمين عن الأيام التي لم يستطع صومها. نعم، وكفارة اليمين هي عتق رقبة إن وجدها، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم. يخير بين الأمور 3. فإذا لم يستطع واحدة من الأمور 3 ينتقل إلى صيام 3 أيام، هذا عن الأيام التي لم يتمكن من صيامها. ولو قدر بعد ذلك، نعم، لو زال هذا العذر واستطاع بعد ذلك أن يصوم فإنه يصوم. نعم. أما بالنسبة للأيام التي تركتها فيما سبق ولم تصومها، فكما ذكرنا تؤدي عنها كفارة يمين.